قرأت في أحد المجلات والتي تتجه اتجاه إسلامي أن الجنة غير موجودة إلا بعد النفخة الثانية، فما أدري ما رأي فضيلتكم؟ رأي أن هذا جهل منه، هذا جهل منه، إن الجنة موجودة في الآن. الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى الجنة، وذلك في صلاة الكسوف. وهذا القائل إنما قال جهلا، عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يعيد الكلام ويبين للناس أن هذا جهل منه، وعليه أن يبين الحق، فلا يضل الناس بغير علم. بارك الله فيك شيخ.